صراحه الاستاذ في المستوى على نقطه 18 على 20 في الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم يوسف أستاذ مادة الفرنسية بالسلك الثانوي بمدينة الدار البيضاء 07-08-24-07-02-24-29. هذه الجملة هذه سمعوها آلاف الطلبة وهم يتابعون مقرر مادة الفرنسية مع الأستاذ يوسف، كان قاعد يحفظها مع مقرر مادة الفرنسية. ذكرت دابا طلبة الباكر والأحرار لأنه هذا الفيديو مخصص لهم. أول ميزة هما أنهم طلبة منقطعون عن الدراسة لمدد مختلفة، كاين منقطع سنتين يمكن أكثر. في آخر هذا الفيديو غتشوفوا شهادة الطالب متقى بالصوت والسرعة على انقطاع ديال 47 سنة ثم حصل على شهادة البكالوريا بنقطة مشرفة. النقطة الثانية هو أنه طلبة البكالوريا الأحرار يعتمدوا بشكل كلي على الإنترنت من خلال مجموعة ديال الواتساب، بعض اللايفات اللي كيكونوا في مواقع التواصل الاجتماعي. وصحيح الإنترنت هو واحد المصدر ديال المعلومة، ولكن بعض المرات يكون مصدر للتشويش، وبعض المرات يكون معلومات خاطئة على شكل إشاعات، فانتبهوا لهذا المصدر هذا. النقطة الثالثة اللي كتميز هو أن طالب البكالوريا الأحرار كيعقد الامل كبيره على الباك، لانه بالنسبه ليه هو فرصه جاتو وضيعها، بل كيعتبر الباكالوريا مشروع يعني خلاص بالنسبه ليه هو. وهذا الامر هذا كيخليه يتخوف، وكيولي هذا الخوف مشكل في السير ديالو في الطريق ديالو باش يحصل على الباكالوريا. وهناك بعض المشاكل اخرى اللي كتميز طلبه البكالوريا الاحرار. الى جينا نتكلموا مثلا نتكلموا على اختيار المسلك، اولا ما كيعرفش يدير اداب ولا علوم، يعني نقص التوجيه بعدا في الاختيار ديال الشعبه اللي اختار باش يحصل فيها البكالوريا. حتى المسطره شنو غيدير باش يترشح البكالوريا، حتى هي من المشاكل اللي كتواجه اي طالب في البدايه. ثم واحد النسبه كبيره من الطلبه ما كيلقاوش تشجيع في البكالوريا الاحرار، عكس المتمدرس تلميذ ندرا في المتمدرس كتلقى الوالدين ديالو كيشجعوا والموحد ديالو كيشجعوا، هادشي ما كنلقاوش عند الطلبه كلهم في الباكالوريا الاحرار. كاين ايضا امر اخر بالنسبه للباكالوريا الاحرار هو انه نسبه كبيره من الطلبه ما مفرغينش، يعني كتلقاهم ربات بيوت، كتلقاهم خدامين، دونك عامل الوقت لا بريباراسيون ديال الباكالوريا كيلقاو فيها مشاكل ومشاكل كثيره. اول النصائح اللي كنقدم عاده للطلبه ديالي هي توكلوا على الله سبحانه وتعالى تحقيقا، لانه وما توفيق الا بالله ولا سهل الا ما جعله الله سهلا، الى يستر لك الله الامور ديالك تمشي الامور بخير وعلى خير. فهذه النقطه مهمه بزاف. النقطه الثانيه وهي التاطير، لا بد لكل طالب من تاطير، خاصك واحد الاستاذ يواكب معك، استاذ الماده يواكب معك. والحمد لله الطلبه ديال الباكالوريا الاحرار عندهم من الاساتذه ما يكفي، وهاد نقطة التأطير هي من بين الأسباب ديال تشكيل فريق التميز اللي كيضم أجود الأساتذة واللي كيواكبوا الطلبة خطوة بخطوة حتى كيحصلوا على البكالوريا. نخليكم تعرفوا في عجالة على فريق التميز.
قبل ما نتكلم على مقرر مادة الفرنسية، خاص أي طالب ترشح الباكالوريا أحرار يعرف باللي مهما يكون المسلك ديالو، يكون علوم إنسانية، يكون أداب، يكون علوم اقتصادية، يكون علوم رياضية، يكون SVT، كما كان المسلك فإن مقرر مادة الفرنسية هو هو. هذا المقرر كيتكون من 3 ديال المحاور. المحور الأول هو محور الروايات لي زوفر، وعندنا 3 ديال الروايات. عندنا الرواية الأولى هي كانديد أو لوبتيميزم دو فولتير، الرواية الثانية هي إيل إيتيت أون فوا أن فيو كوبل أورو ديال محمد خير الدين، وعندنا الرواية الثالثة هي لو بير غوريو ديال أونوري دو بالزاك. هذوما الروايات الثلاث اللي عندنا في المحور ديال الروايات. المحور الثاني هو محور الدروس اللغوية أو لي كور دو لونغ، واحد مجموعة ديال الدروس، واحد العشرات ديال الدروس، أهمها وأبرزها لي فيغور دو ستيل، لو شون ليكسيكال، لي روجيستر ليتيرار، لو ديسكور رابورتي، وكاين واحد لائحة أخرى. المحور الثالث هو محور الانشاء الكتابي او بيان لا برودكسيون اكريت، اللي هي عباره عن تكست ارغومونطاتيف اللي من خلاله خاص الطالب يقنع المصحح بوجهه النظر ديالته. المواكبة في هذا الموسم الدراسي 2021-2022 كانت عندها مجموعة من الخصائص، أبرز هذه الخصائص هو الانطلاق الرسمي ديال فريق التميز والدعم الدراسي، لأنه الطالب لما كيجي عند فريق التميز كيلقى جميع الأساتذة وبالتالي جميع المواد. ثانيا، لما كيجي عند فريق التميز كيكون عنده واحد استعمال الزمن من الاثنين حتى الأحد، يعني كل نهار عنده مادة، وكاين المادة اللي كتعاود جوج مرات في الأسبوع، وبالتالي كتكون هذه واحد المواكبة مضبوطة ودقيقة جدا. من خصائص ايضا اللي ميز هاد السنه الحضور، كتعرفوا كنديروا دائما في مدينه الدار البيضاء في مجموعه من المراكز، ابرزها مسار في بوسيجور، لكن هاد السنه الحضور ايضا درناه خارج مدينه الدار البيضاء تحت اشراف فريق تميز دائما. اما التعليم عن بعد اللي ظهر مع الجائحه ديال الكورونا كما كتعرفوا، فحققنا فيه واحد الارقام قياسيه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. في مجموعة الواتساب مثلا وصلنا ل 30 مجموعة ديال الواتساب مرقمة من 1 حتى 30. أيضا بلا ما نتكلموا على الساعات اللايفات اللي كانت ابتداء من شهر 10 حتى الليلة ديال الامتحان السفراكي، واكبنا الطلبة مواكبة دقيقة عن بعد. القناة برو فرونسي سجلت ما يقرب على 90 ألف مشاهدة في هذه الفترة الأخيرة. بالنسبة للنتائج بصراحة كانت نتائج ممتازة جدا، غنعرض بعض منها طبعا ماشي كل شيء، ولكن نعطوا على التعليق لأنه أهم حاجة في النتائج هو التحليل ديال النتائج. نبدأ بالطالب أيمن اللي حصل على 19 ونص مادة الفرنسية، نقطة ممتازة اللي كيميزها الطالب أنه كان دائما حضور، دائما حضور في دروس ديال مادة الفرنسية مع فريق التميز. نشوفوا الاخت بشرى، الطالبه بشرى، نحللوا هذه النتائج. الاخت دوزت فقط النهار الاول فقط ماده الفرنسيه وتبعتها ماده التربيه الاسلاميه، 16.25 ماده الفرنسيه. المواد الاخرى مع الاسف تغيبتهم لاسباب خاصه، ولكن التحليل كيقول بانه لو استمرت كانت تكون نتائج ممتازه، هي دايره مسلك ديال SVT حيث علوم الحياه والارض. الأخت فتيحة كذلك 17.5 مادة الفرنسية، كتشوفوا بأنه نقاط ممتازة على مستوى جميع المواد، كاين 20 في التربية الإسلامية. الأخت فاطمة 18.5 مادة الفرنسية، 16 المعدل العام، نقاط ممتازة جدا تبارك الله ما شاء الله. كنشوفوا الأخت إيمان 18.75، وكما كتلاحظوا مادة الفرنسية دائما كتلقاها من النقاط الثلاثة الأولين، هنا راه هي النقطة الأولى 18.75 مسلك العلوم الإنسانية خيار فرنسي. كنشوفوا الأخت خديجة 18.75 كذلك، نقاط ممتازة جدا، معدل 14.33. كنشوفوا الأخت لمياء 16، الأخت لمياء اللي غتستمر إن شاء الله وغدير الدراسات الفرنسية في الكلية، نقاط ممتازة جدا، عمل جد مبارك. كنشوفوا كذلك الأخت نادية 17.5 نقاط ممتازة، المعدل العام 15.49 في مسلك العلوم الإنسانية. في مادة الفرنسية الأخت نعيمة 19.5 كذلك نقاط ممتازة، 20 في الرياضيات، 20 في التربية الإسلامية، فكاين ملامح ديال الاجتهاد والحضور.
كنشوف الاخت رجاء 19 ماده الفرنسيين ما شاء الله. دائما كنعاود نذكر بانه النقطه ديال اللغه الفرنسيه كتعتبر من النقط الاولى. النتائج معظم الطلبه النقطه الفرنسيه كانت النقطه الاولى او الثانيه او الثالثه زعما بشكل كبير. هنا 19 كذلك بالنسبه للاخت وداد. ولكن هنا بغيت نشوف نوقفوا على النتيجه هذه. الطالبه ما نجحتش حيت عندها ابسونس وعندها ابسونس. هذا مسلك اللغه العربيه. كاين علوم الشرعيه، كاين شويه التفسير والحديث، كاين علوم اللغه، كاين الاداب الى اخره. ولكن في الفرنسية جابت 19 في ماده الفرنسيه، علما بانه السيده عندها ميول لمسلك اللغه العربيه. ومع ذلك طيله السنه وكان واكبها على اساس انه الفرنسيه اللي متخوفه منها، اللي كتقول غطيحك راه هي اللي تهزك. وراه هذا الشيء اللي كاين مع مجموعه ديال الطلبه والطالبات. كنشوفوا 15 ماده الفرنسيه كذلك مع الاخت زينب. هذه تاهي نحلوا هذه النتائج. المعامل ديالها في مسلك العلوم الانسانيه هو 4. دونك 4 ضربناها في 5 لانه جايبه 15 و5 نقط زايدين، دونك عندها 20 نقطه زايده غير الفرنسيه. واخا عندها نقاط شي شويه طايحين بحال الاجتماعيات والرياضيات والفلسفه. الرياضيات ماشي مشكل، معامل واحد، ولكن فلسفه واجتماعيات معامل 4. واخا عندها نقاط طايحه استطاعت بهذيك 20 اللي وفرت في الفرنسيه انه تجيب تنجح، لانه 10 تعدو 60، 10 تعدو 60 في الباك نجحتها الفرنسيه، زعما الامر واضح. دونك مساله محسومه. كنشوفوا الاخت ايناس من مدينه تمارا 20 على 20 في ماده الفرنسيه. غادي نتبع ان شاء الله واحد الاوديو ديال هذه السيده هذه ايناس اللي رسلته ليا. السلام عليكم استاذ يوسف وجميع اعضاء فريق التميز. انا اسمي ايناس من مدينه تمهره. حصلت على 20 في ماده الفرنسيه مسلك علوم انسانيه، وانا من ضمن الدعم المجاني. كنشكر استاذ يوسف لاني استفدت بزاف من اللايفات ديالو وجميع النصائح اللي كان كيعطيها لينا، والحمد لله ان هذا المجهود كانت نتيجته مشرفه. شكرا لكم جميعا. واش كاين جديد في الموسم الدراسي 2022-2023؟ الجواب على هذا السؤال راه واضح، ولكن ما فيها باس نزيدو نوضحوه ونقولو اكيد 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 كاين الجديد بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الطلبة اللي يلتحقوا بنا هذه السنة في هذا الموسم الجديد واللي كيسمعونا الان هم بنفسهم يكتشفوا الجديد ديال هذا الموسم الدراسي. كيقول المثل ليس من رآك من سمع. الطلبة اليوم كيسمعونا، حبيت نخليكم مع واحد مجموعه من الشهادات ديال الطلبه اللي ماشي فقط غير سمعوا وشافوا وعاشوا تجربه البكالوريا السنه الماضيه. سمعوا لهذه الشهادات ثم اعود اليكم في كلمه اخيره. السلام عليكم، انا فاطمه زهره، مترشحة الباك حر الموسم الدراسي 2022. حصلت على شهادة البكالوريا بعد انقطاع 30 سنة. كان عندي تخوف كبير من اللغة الفرنسية بحكم الانقطاع الطويل الدراسة، لكن بعد ما تعرفت على الفريق التميز وبالخصوص الأستاذ يوسف وبفضل المواكبة ديالو لجميع الطلبة الأحرار طيلة السنة الدراسية، تمكنت من الحصول على نقطة ديال 14.25 اللي كانت بالنسبة لي إنجاز كبير، والفضل كله كيرجع للأستاذ يوسف على المواكبة والمجهودات اللي دار معنا. السلام عليكم، معكم بهيجة تلميذة الأستاذ يوسف، كديرة باك حر بفضل التوجيهات ديال الأستاذ يوسف والدروس اللي خدم معنا ووقته ومجهوده اللي عطانا. استطعت أنني نحصل على نقطة مزيانة في اللغة الفرنسية. اللي نبغي نقول لكم ونصيحة لكم ولي حتى أنا، أن أي معلومة أعطاها لكم الأستاذ يوسف خذوها بعين الاعتبار وسجلوها. أهم من هذا الشيء كامل هو أنكم تحضروا لي لايف اللي تيدير، ما تنساوش لي لايف اللي تيدير تيلوح فيهم النقاط مهمين بزاف بزاف بزاف. كنتمنى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا للأستاذ يوسف على المجهودات ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله، اسمي هشام من مدينة بنقرير، منقطع لمدة تزيد على 20 سنة. كنت كنت فعل باك ليبر شحال من مره ولكن ما كانش كيجيب الله حيت ما كانش تأطير.
بالنسبه لهذه السنه يعني كانت سنه استثنائيه بكل المقاييس. شي ناس عرفوني دفعت الباك ليبر وقالوا لي راه كاين واحد الفريق سميتو فريق التميز في اساتذه ديال جميع المواد وانت كتختار الماده اللي بغيتي. بالنسبه لي انا اختاريت 5 ديال المواد، الحمد لله استطعت انني نجح في الباك بفضل الله وبفضل فريق التميز. وبالنسبه لهاد الاساتذه صراحه اساتذه يعني في المستوى، كيشرحوا لك الدروس دو ا زد، كتبدا البروغرام من اول سنه وكانك متمدرس، كيخدموا معك امتحانات، كيخدموا معك منهجيات، يعني كتكون عندك تأطير شامل. بالنسبه للناس اللي خرجت لهم الدوره الاستدراكيه خدموا معاهم خدمه اخرى عاوتاني، يعني اطروهم باش تكون نسبه النجاح حتى في المستدركين تكون نسبه النجاح طالعه. بالنسبه للاستاذ ديال الماده الفرنسيه السي يوسف، صراحه استاذ في المستوى، طريقه الشرح ديالو طريقه مبسطه جدا لدرجه انه كتولي عندك هذيك الروايه او الروايات بثلاثه كيوليو عندك في دماغك بحال شي قصه. بالنسبة للدروس كذلك طريقة باش كيشرحهم طريقة مبسطة، كيتواصل مع التلاميذ يعني ضروري تفهم منه، كاين اللي ما عندوش دراية على شنو كيتحط في الباك، على الدروس ديال الباك، على طريقة ديال كيفاش كيتحطوا الأسئلة، وجابوا صراحة نقاط ممتازة لدرجة أنهم هما ما تيقوش النقاط اللي جابوا. وهذا صراحة راجع للطريقة اللي كيأطرك بها الأستاذ يوسف. صراحة أنا اللغة الفرنسية كنت غير يلا كنعرف نكتبها وكنقراها، ولكن ما كنتش كنفهمها وما كنتش متوقع أنني غادي نجي في هذه النقطة هذه. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، الحمد لله. كنتي كتقولي لنا أنا النقطة 10 ما راضيش بها، أنا بغيت 14 الفوق، والحمد لله تمكنت أنني نجيب 14 واخا انني منقطعه 22 عام هادي ومستوى الدراسي ديالي 9، ولكن الحمد لله الشكر لله اللهم لك الحمد ونجحت الحمد لله. وكنشكرك استاذ بزاف صراحه ونعم الاستاذ، والحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى لقنا معكم، وشكرا جزيلا استاذ. السلام عليكم، معكم كوثر من مدينه بني ملال، متزوجة وعندي جوج الأطفال، السن ديالي 27 سنة. حصلت على الباك هذا العام بميزة حسن من بعد الانقطاع اللي دام 11 سنة، وكان شي شوية صعيبة أنني خرجت من الثالثة إعدادي، ولكن بفضل أساتذة فريق التميز اللي عاونوني بزاف ووجهونا وأطرونا، كنبغي نشكرهم بزاف اللي بدأوا معنا الرحلة من البداية وما توقفوش، بقاو معنا حتى النهاية، وعلى الرأس ديالهم الأستاذ يوسف صاحب قناة برو فرونسي اللي عاونتنا بزاف بزاف الفرنسية، وحنا كنعرفوا أننا شحال الفرنسية كتعتبر بعبوع ديال جميع الشعب. الحمد لله حصلت عليها بنقطة متميزة بزاف، كنبغي نشكر الأساتذة كاملين على هاد الرحلة المتميزة اللي كانت زوينة بزاف وما عمرها مغتنسانا. شكرا فريق التميز، شكرا بزاف، شكرا أستاذ يوسف. السلام عليكم، سميتي سعاد من مدينة مكناس، تعرفت على فريق التميز عن طريق اليوتيوب اللي كان من ضمن الفريق ديالو أستاذ يوسف صاحب قناة برو فرونسي. أول حاجة قالها لنا أستاذ يوسف ملي بدينا معاه هي نتوكلوا على الله، وداكشي اللي درت من بعد انقطاع دام 16 سنة. ثاني حاجة أستاذ يوسف كيواكبك وكيشرح لك اللغة الفرنسية بواحد السهولة، من بعد الشرح ديالو كتحس بها واضحة. واخر حاجه هي واخا تكون ما كتفهمش الفرنسيه، كن متاكد غادي تجي فيها النقطه مع الاستاذ يوسف، وهذا الشيء عن طريق التجربه ديالي الخاصه، والله يسهل عليه والله يرحم له الوالدين. السلام عليكم، معكم مراد مترشح باك حر سنه 2022. تحت لي الفرصه وشاءت الاقدار انني نتعرف على الاستاذ يوسف في فريق التميز. تسجلت في الكور اللي كيعطي في ماده اللغه الفرنسيه، وبفضل ديالو تمكنت انا نحصل على نقطه 18 على 20 في امتحان ديال البكالوريا في اللغه الفرنسيه. ومن هذا المنبر بغيت نوجه لي واحد التحيه كبيره، واحد الشكر كبير، واحد العرفان بالجميل وتقدير، لانه خدم معنا الصراحه خدمه بروفيسيونيل، عطانا كيفاش نخدموا لانترودكسيون لا كونكلوزيون، كيفاش نصايبوا لي زارغومون لي كونيكتور لوجيك اللي ما بين لي زارغومون. الصراحه من هذا المنبر تنوجه لك استاذ شكر كبير وتحيه كبيره.
السلام عليكم، معكم نمياء من مدينة سلا. من قطع عن الدراسة حوالي 16 سنة، فكرت أنني ندير باك ليبر، وفضل الله سبحانه وتعالى وفريق التميز تم تأطيري في مادة اللغة الفرنسية من طرف الأستاذ يوسف صاحب قناة بخوف فرنسي، والحمد لله قدرت نتبع التعليمات ديالو والتوجيهات ديالو بأدق التفاصيل. عمري ما كنت نتخيل أنني نجيب نقطة ممتازة في الجهة وفي مادة اللغة الفرنسية، بحيث تم حصولي على 16 نقطة. وفضل طريقته وانشغاله معنا كأستاذ حبيت المادة في اللغة الفرنسية كمادة، هذا اللي شجعني أكثر أنني نكمل دراستي في لافاك وندير ليزيتود فرونسيز، وكنتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. أنا شطاطة الخليفي، عمري 67 سنة، وانقطعت على الدراسة 47 سنة، وكان الحلم ديالي هو نحصل على شهادة البكالوريا، ولكن كان خصني واحد اللي يوريني الطريق، حتى عرفت بأن كاين واحد فريق تميز للدعم المدرسي، وخاصة أنني كنت ضعيف في اللغة الفرنسية، كيفاش نقنع المصحح باش نحصل على المعدل في البكالوريا. ولهذا بدا معنا الأستاذ يوسف الولوس اللي عنده القناة ديال برو فرونسي من البداية ديال شهر 10 حتى الليلة ديال الامتحان ديال البكالوريا، وبدأ معنا من الحلقة الأضعف، وكان تيقول لنا بأن اللي عنده شي حاجة يتصل به في الخاص، ومن تيقول لك كتب لي موضوع ولا كتب لي هاد الحاجة، تيشوف واش هذاك الشيء كتبتيه واش نفذتيه او لا، ما تديرش هذاك الشيء اللي تيقول لك، او لا شي واحد اخر تيخدم في بلاصتك. وفي هذه الحاله يعني تتغر غير نفسك، تتغدر غير نفسك. بالنسبه للاستاذ ما تعطيش الفرصه باش يصحح لك العيوب ديالك. وبالفعل الاستاذ الولوس كان عنده الخاطر معنا بزاف، وكان تيدير لينا لايفات، وكيدير لينا جوجل ميت، وكيعاود لينا ويعاود، ومن تتكون شي واحد ما فهمش شي حاجه عوض ما يشرح ليه غير هو بوحدو تيشرح المجموعة كاملة، حتى ورانا طريقة كيفاش نحصلوا على شهادة البكالوريا. وبالفعل حصلت على شهادة البكالوريا معدل ديال 13.55، الله يجازيه بخير. وتنطلب من الجميع باش يديروا الثقة في الأستاذ يوسف لأنه أستاذ متمكن. Pour le mot de la fin, comme nous disons en français, je vous donne quelques conseils qui vous seront utiles et je vous les donne en mode impératif. Soyez motivé sans faille et soyez aussi sûr de vos capacités. Ayez une forte volonté et faites preuve de curiosité intellectuelle. Je suis là pour vous encourager à toutes les étapes. Je suis là aussi pour partager avec vous non seulement mon savoir mais aussi mon savoir-faire. Tout simplement, je vous accompagnerai durant toute l'année et j'imagine dès maintenant la joie que vous allez ressentir le jour des résultats. Et je vous dis d'avance, félicitations pour votre belle réussite. Maintenant, au travail.